والبارح اقسم بالله هنا قال لمول فلوس والله قلنا له تعال اشتغلوا ولملك فلوس وما اجوا. يا دارة كهرباء هاي هي مال حي الجهاد هاي موجوده الجهاد. اي نعم دارة كهرباء حي الجهاد. اجى الوزير ورا ما اجى الوزير انقلبت الدنيا وتباوع الكهرباء ما شاء الله والصيانه بالشوارع اللي يجيب اسلاك واللي يجيب كلها شو بس تصوير كشغله واحده ثلاث ايام حي الجهاد منطقه السوق ما بيها كهرباء ثلاث ايام صارنا على التوالي هاي هسه حاليا موجوده المولدات اذا طفى جت الوطنيه ما تجي وطنيه مرتين حكينا ويا ابو الكهرباء يقول صاروا تدللوا هسه يجيكم ولو ما يجي اخر شيء البارحه قال لهم مولي وقلنا له تدلل الشارع لو يوم انتقل الكهرباء حجي هاي الصفحه وهاي الصفحه كلها ما بيها كهرباء ما بيها كهرباء وطني ماكو نهائيا ماكو صار ثلاث ايام طقت المحاوله وما حد اجانا ناشدنا جو هنا حكينا وياهم لحد البارحه وصل لهنا قال يابا لموا الفلوس واجيكم قلنا له عم لم لك فلوس وبخير وتدلل ليش تلموا له فلوس هو موظف حكومي اخي هو جاينا اصلا انت اليوم الموظف الحكومي من تروح له مفروض يلبي نداءك اقشي ورا ساعه ساعتين مو صح. احنا جايين نروح له ثلاث ايام احنا كهرباء ماكو هسه اذا طفت الكهرباء المحلات اكثر يطلعون بالشارع واقفين بعد ماكو شغل ينتظرون يدعون يا رب تطفي الكهرباء على مو شنو على مو شغله بالمولده صارت ثلاث ايام على التوالي والبارحه اقسم بالله هنا قال لموا الفلوس والله قلنا له تعال اشتغلوا ولملك فلوس وما اجوا يا دارة كهرباء هاي هي مال حي الجهاد هاي موجوده مال حي الجهاد اي نعم دارة كهرباء حي الجهاد اجى الوزير ورا ما اجى الوزير انقلبت الدنيا وتباوع الكهرباء ما شاء الله والصيانه بالشوارع اللي يجيب اسلاك واللي يجيب كلها شو بس تصوير اعطيني واقع حالك خلي بيهم واحد يطلع هسه ويجاني هسه موجود هنا بسوق حي الجهاد خلي يجيني يقول انت كذاب خلي يجيني يقول انت كذاب عمد اقول له قدام هاي العالم وقف كل العالم البارحه اللي وقفوه هنا وقالوا له تعال لم لك فلوس وحتى ما اجانا حتى بفلوس ما اجانا الما تشتكي بفلوس وما اجاك بفلوس وما اجانا اقسم بالله العزيز وانا توني مصلي قل له شو تريدون؟ ما هو هذا جالس عليه شنو اللي يريدوه على مود يجونه؟ محاولة تعالوا شوفوا شنو شنو المحاولة ايش بيها المحاولة؟ محاولات لا ايش بيها المحاولة؟ شنو ماكو محاولات؟ ليش المحاولات مال اليرموك ومال حي الجامع ومال المنصور مو صارت خصخصة؟ وين محاولاتهن؟ محاولاتهن وين؟ صحيح احنا عندنا محلات بس ترى مو كلتنا ما نعرف ولا كلتنا احنا مو فاهمين ولا كلتنا ما واصلين بالدراسة ترى نعرف ايش جاي يصير ونعرف شنو الشغل ونعرف ايش جاي يشتغلون ترى اجبش محاولة موجودة اذا تحترق يقدر بخلال نص ساعه يصلحها بس احنا ما عندنا عمل احنا عندنا بس شو صورني سيارتي مدنيه ما عندي حمايه طبيت المنطقه الفلانيه صورني وانا ما ادري جاي اشوف الشغل بفلان منطقه كافي عيب والله العظيم بزعنا حتى من السوالف اقسم بالله حتى من السوالف التعبانه بزعنا يوميه تصوير 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 اخي تعال اشتغلوا بالميدان ترى والله ما يراد لا راحه للقاضي والله العظيم عيب احنا العراق هاي الدول العربيه مالتنا كانوا يتمنون يصيرون ربع العراق يوصلوا له قمنا نصدر توك توك وممنوع